السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناتكم لا حياء في الدين في فيديو جديد. في هذا الفيديو سنقوم بفيديو من نوع آخر، يتمثل في عرض كل الإحصائيات على قناتي على اليوتيوب من أرباح ومشاهدات واشتراكات وديوري ديفيزيوناج إلى آخره. هذا الفيديو سأقوم بعمل فيديو مشابه له بعد 150 فيديو، أي بعد كل من 150 فيديو أقوم بعمل فيديو إحصائي للقناة وتطوراتها. لنبدأ معا، نذهب إلى منصة جوجل كروم، تنفتح هذه الشاشة، نذهب إلى قناتي هنا. وهنا يظهر فيديوهات القناة، كل فيديوهات القناة تظهر هنا وإحصائياتها من ظهورها للمشاهد أم عدم ظهورها، هل هي مفعلة للدخل أم لا، ما هي مشاكل في تفعيل الدخل، إذا هناك فيديوهات موجهة للأطفال أم لا، وهنا تاريخ عرض الفيديو، المشاهدات والتعليقات ونسبة اللايكات. نذهب إلى دوني أناليتكس، دوني أناليتكس لمعرفة كل ما تحتويه القناة من إحصائيات. يذهب هنا تعطيك القناة، يعطيك الإحصائية الأولى فوتر شين أنريجستري 2017 فيو au cours des 28 derniers jours. C'est moins que les 65 900 à 168 000 vues qu'elle enregistre habituellement. يعني هناك هبوط حاد في المشاهدات في القناة تاعي، وهي اللي كانت في الأول قناة أبث فيها نوع آخر من الفيديوهات، ثم حذفت هذه الفيديوهات وبدأت نوع آخر من الفيديوهات، وهي فيديوهات المعلومات العامة. فكان هناك هبوط حاد في الفيديوهات، وذلك ناتج عن تغيير موضوع القناة. عندما تغير موضوع القناة، المشتركين الذين لديك ليسوا متعودين على هذا النوع الجديد من المحتوى، ولهذا تنقص المشاهدات نوعا ما، ولكن هي فترة انتقالية وفقط. نذهب هنا مثلا، عدد المشاهدات في اخر 28 يوم هي 2000 مشاهده. 2000 مشاهده من العاده يكون 64 ألف مشاهده في عدد ساعات المشاهده. ساعات المشاهده نلاحظ ارتفاعه هذه الايام الى 46 ساعه في اخر 28 يوم. الاشتراكات هي في تناقص، ولكن ستعود إن شاء الله للزيادة. ولنعود للأرباح، الأرباح هي كالتالي: صعودها مؤخرا إلى مدة 28 يوم، وأنا يتراوح الدخل تاعي بين 0.00000 رقم، أي لا يتعدى 0.0 رقم، إلى غاية هنا أين وصل إلى 0.14 دولار. هي كما يقال لها، هو دخل ضعيف جدا، ولكن كبداية للقناة هو ممتاز ومشجع. كوفرتور، أي الذين رأوا فيديوهات قناتي. هناك 28 ألف من رأى فيديوهات قناتي، بارتفاع بنسبة 90% عن الشهر الماضي. تود كليكس، من معنى تود كليكس؟ تود كليكس هو عندما تفتح تودو كليكس هو عندما تفتح تطبيق اليوتيوب وتظهر لك واجهة أمامية لفيديو من فيديوهاتك، يعتبر امبريسيون. تودو كليكس هو عندما تقوم بالضغط عليه. إذا هنا نرى أنه 5% فقط، أي من كل 100 رؤية لفيديوهاتك، من ملاحظة تصغير للصورة المصغرة لفيديوهاتك، هناك 5.1 فقط من يقومون بعمل كليك ويدخلون لرؤية الفيديو. المشاهدات كما قلنا طبعا 2000 مشاهدة. لسبيكتاتور إينيك، نعرف معنى سبيكتاتور، استيماسيون دو نومبر دو بيرسون اي ريغاردي فوتر كونتوني بوندون لا بيريود سيليكسيوني. لسبيكتاتور إينيك هو 1.7 ألف، معناها
هادو 1.7 ألف مشاهد رأوا فيديوهاتك فقط في هذه 28 يوم الأخيرة، يعني أنهم لم يروها من قبل أبدا، رأوها لأول مرة في هذه 28 يوم الماضية. انجاجمون دوري دو فيزيوناج، هنا ساعات المشاهدة، ساعات المشاهدة 46.3 في آخر 28 يوم، منقسمة إلى 1.3 ساعة يوميا، إلى 0.7 ساعة، 1.8، وتصعد حتى 3.9 ساعة. طبعا هي قناة ضعيفة لحد الآن، نرجو أن يصل هذا الرقم إلى أضعاف مضاعفة إن شاء الله مع الوقت. دوري مويان دو فيزيوناج هو متوسط ساعات المشاهدة في آخر 28 يوم، وهي ساعة فاصل 22 ساعة و22 دقيقة. أوديونس الجمهور، الجمهور لي سبيكتاتورين كما شرحنا من قبل، نومبر موين دو في بار سبيكتاتور، أي كل مشاهد من لديك في المشتركين يرى مشاهدة فاصل 2، 1.2 مشاهدة. نذهب إلى الاشتراكات، الاشتراكات هو نقص في 9 على العموم، 9 اشتراكات ناقصة هذه 28 يوم. طبعا هناك من يقوم بالاشتراك وهناك من ينزع اشتراكه في آخر 28 يوم. لنذهب إلى تحقيق الدخل، لي ريفوني. ريفوني كما نرى فو ريفوني استيمي، فو ريفوني استيمي معناها تحقيق آخر ما حققت الدخل آخر 28 يوم، هو 0.62 دولار، حوالي 0.6 أورو. تتوزع كالآتي على حسب هذا المنحني. ليكتور مونيتيزي، ليكتور مونيتيزي استيمي، هناك 418 ظهور للإعلان، معناها عندما تقوم بمشاهدة وهناك إعلان، هناك 418 في آخر 28 يوم، وبارتفاع قدر ب 28% في آخر 28 يوم. نذهب هنا للأشهر، للأشهر في شهر سبتمبر حققت 0.48، في شهر أكتوبر حققت 0.55 دولار، في شهر نوفمبر 0.32 دولار، في ديسمبر 0.54 دولار، وفي جانفي بإذن الله سيصل، بإذن الله سيصل إلى الواحد دولار، الواحد دولار كبداية أنا أعتبرها إن شاء الله محفزة، وخصوصا عند تصاعد القناة، تبقى في منحة تصاعدي بإذن الله، عندما تبقى في منحة تصاعدي يشجعنا ذلك على المضي قدما. طبعا هنا بعض الإحصائيات، ما نوع الإعلانات التي تظهر على فيديوهاتك، 53% هي إعلانات في شكل فيديو ولكن يمكنك ديزاكتيفيها، 23% أنونس ديسبلاي أون شير، 23% أيضا أنونس بامبر أون شير. نرجع إلى عموم الإحصائيات، نذهب إلى لوتوريال، هذه التي تظهر يمين الشاشة، لوتوريال نضغط على أنصفر بلس، أنصفر بلس، هنا كل الإحصائيات التي تظهر على اليوتيوب والتي قرأناها من قبل هي إحصائيات بعد 2 يوم من آخر إحصائيات، يعني اليوم والأمس ليسوا محسوبين في تلك الإحصائيات التي عرضناها من قبل، ولكن هذه تعطينا شكل عن الإحصائيات في آخر يومين أو حتى في آخر ساعة ماضية من عدد المشاهدات طبعا، وفقط لا يمكنك معرفة ربحك من اليوم والأمس. هنا نرى 48 ساعة، هنا في كل مستطيل أزرق هناك ساعة، مثلا هذه الساعة هي ليلة أمس، ليس أمس، قبل أمس، بين الساعة 22، بين الساعة 10 ليلا والحادية عشرة ليلا، هناك 10 مشاهدات.
هنا يمكنك معرفة المشاهدات في آخر ساعة. مثلا في آخر ساعة هناك لدي خمس مشاهدات، واحدة بين الساعة 10:24 إلى الساعة 10:25 إلى آخره في آخر ساعة طبعا. وهنا يمكنك معرفة أين مصدر تلك المشاهدات التي سواء في الساعة الأخيرة أو في 24 ساعة الأخيرة. طبعا هذه ميزة ممتازة في اليوتيوب، يمكنك معرفة ترافيك أو مصدر مشاهداتك. طبعا لنضغط على انصفر بليز في الشاشة الأولى، الشاشة العمومية، الشاشة العامة. هنا نذهب إلى سورس دو ترافيك. سورس دو ترافيك أي من أين يأتي الجمهور، جمهورك من أين يأتي. نقوم بعمل جرافيك أبار لكي تبدو أكثر توضحا. لريشيرش يوتيوب، يعني من رأوا فيديوهاتك، 1000 مشاهد لفيديوهاتك. طبعا نحن نتكلم على آخر 28 يوم، والتي شهدت 2000 مشاهدة. من ال2000 مشاهدة، 1067 مشاهد دخل ووصل إلى فيديوهاتك عن طريق البحث في اليوتيوب. يعني بحث، دخل إلى لابار دو ريشيرش وكتب تا 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 ودخل للفيديو تاعك. نوتيفيكيشن 335 مشاهدة أتت من الإشعارات التي تذهب إلى المشتركين. طبعا هذو 100% يكونوا مشتركين في قناتك. وصل لهم إشعار بأنك وضعت فيديو، أو نشرت فيديو، فيقومون بمشاهدته. فونكسيوناليتي دو نافيغاسيون، يعني فونكسيوناليتي دو نافيغاسيون 284. هؤلاء 284 يتجولون في اليوتيوب، وأعجبهم الصورة المصغرة سواء أو العنوان، لفت انتباههم فدخلوا ورأوا الفيديو. suggestion the video، يعني 221. 221 هم أولئك الذين إذا رأوا فيديو وجاء الفيديو الآخر على اليمين، يعني كاقتراح يمكنك رؤيته، فضغطوا ورأوه. وهنا بعض المشاهدات التي تأتي بغير هذه الطرق. نذهب هنا إلى سيتياسيون جيوغرافيك، أماكن تواجد كل هذا الجمهور تاعك أنت. الجمهور تاعي في آخر 28 يوم طبعا 255 من المغرب، 168 من العربية، المملكة العربية السعودية، 232 من الجزائر. بالرغم من أن قناتي جزائرية وأنا لا أضع فيها المحتوى الجزائري طبعا، ولهذا فهي مرئية في السعودية وفي المغرب أكثر منها في الجزائر. يمكنك أيضا مشاهدة دول أخرى. طبعا لا تظهر هنا يظهر فقط أكثر. هنا بارجور، نذهب إلى آخر شهر. آخر شهر هناك صعود، نعم هناك صعود. لنذهب إلى عمر المشاهدين في قناتك. عمر المشاهدين في قناتك هو كليا يتراوح بين 25 سنة إلى 34 سنة وفقط. ما هو جنس المشتركين لديك؟ والأغلبية الساحقة وصلت إلى 100% تقريبا، أو تكون 98% هم رجال. سورس دو ريفوني، غير مرتاحة، متاحة. إيطا دابونمون، المشاهدين لديك، المشاهدين الذي تابع معي. هذه الإحصائية جد مهمة. يمكنك معرفة من هو الذي يشاهد قناتك أكثر. هل هو المشترك في قناتك والذي هم طبعا 505 مشاهد فقط، أو
1500 الذين هم غير مشتركين في قناتك. من هنا تعرف أن عدد الغير مشتركين في قناتك يرون الفيديوهات أكثر منك، أكثر من المشتركين. سورس دابونمون، من أين يأتي المشتركين؟ غير متاحة. إذن هنا أيضا العديد من الإحصائيات التي يمكنك متابعتها في قناتك. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى، نكون قد قمنا تقريبا بكل الإحصائيات على القناة. بإذن الله سنعود إلى إحصائيات بعد 150 فيديو بإذن الله. إلى أن نلتقي في فيديو آخر، دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.